بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سوير حسن الهادي من مواليد أم درمان، أسكن حي الموردة غرب، خريجة جامعة السودان، سابقا كلية معهد الكليات التكنولوجية، كلية السكرتارية من العام 80 لغاية 2003. موظفة سابقا في شركة طيران، وأخذنا المعاش 2003. كوننا جمعية نساء مولد الخيرية زي المعتاد في الأحياء العادية. حاولنا نطور الجمعية دي بعدة أشياء، لينا دار الحمد لله، دار الشيخ حامد هنا في الموردة، بزيوم التحية من هنا. فعملنا أيام بتاع التجويد وتفسير، إن شاء الله إنه جانا رجل ملم بالمصنوعات الجلدية قال نعمل لكم كورس. فتلمينا يمكن حوالي 10 سيدات، فبدأ معانا بالنموذج الأسي اللي شفتوه ده، فاستمرينا معه زي 3-4 نماذج. وأنا كنت يمكن الوحيدة من نوعي، الموهبة دي أخذتني وطورت الشغل بتاعي وطلحت عدة نماذج من اللي انتوا شفتوها، قرابة 105 حقيبة يد صغيرة وكبيرة. لفت نظر كثير من القنوات، فأيضا لفت نظر واحدة من المنظمات الطوعية اسمها منظمة إتقان، فبرضها قالت يعني حرام الشغلانية دي تكون كده مندسرة، وحاولت يعني تشد من أزري وكده. أنا الشيء الوحيد اللي عملته لهم، لأن اللي جيت منظمة بتعنى بتنمية المجتمع وب يعني دعم المرأة وتملك آلية أو معلومة أو أداة معلوماتية تقدر هي تنمي بها يعني دخلها وكده. فالحقيقة اشتركت معهم بأنه أدرب بعض النسوة، فالحمد لله يعني مشيت معهم ممكن 4 مراكز، فبرضو دربت حوالي 180 امرأة بأنه تصنع يعني إذا ما قدرت تسوق تكتفي ذاتيا في منزلها وأولادها وأحفادها، زي ما حسي أنا عملتها. يعني أنا ما مركت السوق الحقيقة، ما عملت شيء تسويقي أو منتج يعني أنا أنافس به والسوق وكده، ولو إنه يعني الفكرة موجودة إنه أنا أنمي وأشارك في مراكز أكبر وأوسع عالميا. يعني لقيت بتفرج على الـ MBC والحاجات زي دي، لقيت ما في فرق، بالعكس إنه أنا الشغل الشغالة وده أقوى وأتغن وأمتن، لأنه بيدي، ما دخلت مكنة فيه ولا كده. وشغل اليدوي بالتأكيد له مكانة وله سمعنا معه. المواد اللي بستخدمها هنا وبيحكمك السوق غالبا في مواد صناعية، هو المشمعات دي بتجي من كوريا، بتجي من الصين، بتجي من مصر. ده الشيء المصنع أو المشمع. الجلد الطبيعي برضو أنا زي ما شايفة في بعض النماذج يعني اشتغلت جلد طبيعي، لكن الجلد الطبيعي برضو لقيته محدود هنا، ده غير إنه غالي، الكواليتي النوعية بتاعته ما بقول ما جيدة، لكن دائما يعني دون المستوى اللي بينافسه به عالميا. يعني ما بلقى أنا جلد يعني فيه نوع من مش الإدغان، يعني بيقول لك الجلد اللي عامله جزار مقدود الفيو ده ما بيمشي في السوق، فده بكل أسف الموجود في السوق. فأنا كنت بنتغي الحقيقة، يعني عشان تنتغي لك متر أو قولي قدم مكعب، انت عايزة تلف السوق كله
عشان تلقي الحاجة النظيفة. فدي يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنا خلتني ما أطمح كثير إنه أنافس عالميا، لأنه أنا شفت الجيل هناك كيف النوعية بتاعته، يعني بيصل لحاجة اسمها الشامو. شامو ده أنت ما بتتخيلين، وده جيل شدة ما بيكون ناعم في الدباغة وبيكون كده. على الرغم من يعني فقر المادة، أنا حاولت أطور النوعية بتاعت شنطي زي ما أنت شايفة. إن شاء الله بحاول أنا إنه لو في معارض عالمية بنموذج أو نموذجين، أو إذا شاء الله أكثر من نموذج، إنه أسخر الشغل بتاعي ده.